الرحمن الرحيم البنوك تقوم بمعاملات كثيره بعضها حرام وبعضها جائز الحرام اقراضها للناس بفائده واحد من اعمال البنوك انه أنها تقرض الناس بفوائد هذا ربا صريح ما بيروح تعال يعطوه مبلغ وحاسبين الفائدة كثر وبالعكس يطلبون من الناس أن يضعوا عندهم أموالهم مقابل أن يعطوهم فوائد وهذا أيضا ربا وعندها اي البنوك معاملات محللة كشراء اراضي وبيعها شراء ابنية وبيعها فتح اعتماد وما شاكل ذلك عندها معاملات حلال فياتي السؤال عن العمل في البنوك يجوز واحد يشتغل في البنك؟ الجواب حسب نوعية العمل ان كان العمل محرما فلا يجوز خلاص هذا العمل هالشغلة اللي قاعد يسويها محرمة لا يجوز للانسان ان يكون اجيرا في تنفيذ مثل هذا العمل. وان كان العمل حلال جاز مثلا من العمل المحرم ان يستلم الفوائد من الناس انت شنو شغلك بالبنك يقول انا قاعد عندي صندوق الناس اللي يستقرضون من البنك ثم يجيبون أنا استلم منهم. ماذا تستلم؟ يقول: استلم أصل المال وأرباحه. يومية يمكن مئات الناس يجون عنده يسلمون يسلمون الفوائد أو يسلمون أصل المال. فاستلامه لهذه الفوائد محرم. إلكترونيا أو يدويا ماكو فرق بالنتيجة قاعد يستلم أو يقول أنا أكتب أكتب شغلتي أنه لما يجي شخص يريد يستدين من البنك مبلغ أقول له كثر تريد يقول هالمبلغ فأقول له ترى الفوائد هالكثر أكتب له كاتب هذا أيضا ما يجوز الربا خمسة يتحملون الوزر فيه آكله ومؤكله وكاتبه وشاهده دول خمسة اللي يأخذ ربا هذا مرتكب ذنب عظيم اللي يعطي مرتكب ذنب عظيم الان ممكن هذا اللي يعطي يقول انا كنت مضطر شو اسوي؟ استدنت ومضطر، اذا فعلا مضطر معذور، لكن يبقى الكلام في معنى الاضطرار، مر علينا قبل ثلاث اربع ليالي ان الاضطرار لابد ان يكون فعلا حاصلا. يعني مو شغلة هو يصيغها على مقاسه يقول أنا مضطر ليش مضطر شو تريد تسوي بالفلوس يقول سيارتي قديمة أريد أشتري وحدة ثانية لا تشتري وحدة ثانية خلي تكون قديمة تخرب كل يوم خلي تخرب كل نص ساعة لا تشتري اركب هي هذه السيارة وخلصت القضية لا تروح تستقرض قرض ربوي عندك فلوس الله عز وجل جايب لك اشتري ايش ما يعجبك اما تروح تستدين قرض ربوي حتى تشتري سياره جديده ترى هاي موجوده بكثره يريد يبدل الاثاث قولته يريد ما ادري شو يسوي البيت مو ملبس برخام يريد يلبسه رخام لانه جاره سواه الشكل فهو مقهور ليش جاره عنده رخام هو ما عنده من الحكي هذا التفاخرات بين الناس هذه ليست اضطرارا إذا فعلا كان مضطر يعني الآن هو قاعد بمكان راح يطلعوه منه وراح يقعد بالشارع ما عنده أي حل إلا يروح يستدين هذه قضية على كل حال اللي يعطي اللي يقرض الناس ويأخذ منهم فوائد هذا مرابي ذاك الطرف اللي يعطي الفوائد مرتكب حرام اللي يكتب الكاتب اللي بينهما مرتكب حرام الشهود الآن واحد يقول للشخص النفرين يقول لهم بالله تعالوا أريد أروح أستقرض من فلان مبلغ أو يريد شهود نوقع يشهدون على الورقة هذول الشهود هم مرتكبين معصية صاروا الشهود على الحرام الاثم قد يختلف درجه الاثم لكن كلهم عصاه بلا شك زين فاذا واحد يشتغل في البنك شغله من هالقبيل اللي فيها اخذ ربا اعطاء ربا كتابه ربا وما شاكل يشهد هو احد الشهود يوقع بالورقه انه فلان فعلا استلم وكذا هذا مرتكب حرام وهالشغل ما يجوز اصلا اخذ الاجره على هذا العمل محرمه يعني نفس العمل فيه اثم واخذ الاجره عليه لا يجوز تكون الاموال سحت هذه اللي ياخذها اما اذا فرض انه يشتغل في البنك شغله اللي ما لها ارتباط بهالامور كثير اكو شغلات في البنك فرضنا هذا كهربائي شغله بالبنك يصلح الكهرباء الأضوية الكذا هاي شغلته زين هذه شغلة حلال وين تشتغل بالبنك الفلاني شو تسوي أعدل الكهرباء حارس واقف يم الباب حتى اللصوص لا يهجمون على البنك وكذا ماسك سلاحه واقف خب حارس لا بأس فراش فراش أحيانا الفراش يصير أحسن من الرئيس هذا الفراش شغلة حلال قاعد ياخذ فلوس حلال وذاك المسيطر على الأمور اللي قاعد يتعامل بالربا قد ينظر إليه والله هذا شخصية هذا يروح للنار من أهل جهنم قاعد يتعامل بالربا وهذا الفراش اللي يعطوه أربعين خمسين دينار ما مسوي حرام قاعد ينظف الأرضية مثلا المهم ضابطة القضية هذا هذه لو الشغله محرمه ما يجوز يتوظف فيها العمل اللي يؤديه عمل حلال يجوز له ان يتوظف في البنك هذا الكمبيوتر اكو واحد يديره يخو بعد بالنتيجه شنو الفرق مو الا كتابه بالقلم هو من يدوس هاي الازرار بعد ما أدري يمكن هذه يكون واحد يتأمل فيها البرمجة وكذا إذا يصلح الكمبيوترات مالت البنك مالة له شغل لا يستلم ولا يسلم شغلت هذه الكمبيوترات هو يصلحها إذا خربت كذا أي الظاهر ما فيها إشكال وضع الأنظمة الأنظمة اللي ما ترتبط بالربا هو بس يرتبها كأجهزة طيب اكو بعد معاملات اخرى البنك يقوم بها الان احنا مو نستقصيها كلها كم وحده مرت من المعاملات المستحدثه في هذا الزمان التامين هناك شركات شركات تامين في العالم كله وتختلف صغرا وكبرا اكو شركات تامين على مستوى صغير فلان شركة شوية يأمنون على السيارة على ما أدري كذا وأكو شركات ضخمة تأمن على دول على بواخر على طائرات الأموال اللي يؤمن فيها عليها بالملايين بعشرات الملايين كل, كل شركة حسب وضعها التأمين شنو معناه اللي قاعد يصير اليوم طريقته شنو طريقته أنه آه في طرف يخاف يخاف على أمواله يخاف على مثلا أن يموت أو يبقون أهله مثلا ما عندهم شيء فيروح يتفق مع طرف آخر يقول له أنا أدفع لك مثلا شهريا سنويا كذا مبلغ إذا مثلا تلف الشيء الفلاني سيارتي صار فيها حادث أنت تتكفل تصليحها أو تدفع لي مبلغ للتصليح يأمن على البيت إذا احترق يدفعوا له مثلا تعويض على الممتلكات يسموه تأمين على الممتلكات وهناك تأمين على الحياة ربما في بعض البلدان يوجد تامين على الاطراف على اليد على الرجل هذا اللي ايده مثلا يشوف ايده كلش ثمينه قاعد يشتغل بها شغل دقيق يطلع من وراها اموال جيده مثلا ينحت نحت دقيق يكتب كتابه دقيقه يرسم رسم فاخر هذه ايده يحسب لها حساب. اذا ايده راحت راح تروح منها الاموال هو شكل فارغ فيروح يامن على ايده تامين على اليد هنا مو موجوده بهالبلدان نادره بس بالبلدان الاخرى فيها الشكل شيء يامن على ايده على رجله على بعض اعضائه او يامن على حياته يامن على حياته يعني شنو يعني يروح يدفع مبالغ للشركه المعينه شهريه سنويه ويتفق معهم انه اذا توفي يعطون كذا مبلغ لمن يريد يمكن يقول لعائلته يعين واحد معين عند ولد مثلا ضعيف الحال عند بنيه ضعيفه الحال زوجته امه اي شيء هو يعين يعين لهم شخصا او اشخاصا على اساس انه بعد موته يدفعوا لهم كذا مبلغ هذا يسموه تامين على الحياه زين فاذا في التامين على الحياه هناك مؤمن وهناك مؤمن عليه وهناك عقد عقد تامين آه بالمناسبه كلمة مؤمن تستعمل ايضا بالتخفيف نقول مؤمن ومؤمن احنا نستعملها مره بمعنى الشخص ذي الايمان نقول فلان شخص مؤمن وتستعمل بمعنى من يعطي الامان من اسماء الله عز وجل المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المؤمن الله عز وجل مؤمن اي مؤمن باي معنى؟ مو بالمعنى اللي نفهمه احنا نقول مؤمن يعني متلبس بالايمان هذا معنى مؤمن بالنسبه لله عز وجل مؤمن يعني معطي الامان يعطي الامان للناس او نقول مؤمن بالنتيجه يعطي الامان للطرف الاخر زين <applause> هذه المعامله ما كانت يبدو سابقا لكن بهالسنين الاخيره صارت كثيره هذه المعامله تجوز بعض فروضها إيه جائز يعني التامين على الممتلكات يبدو ما في اي مشكله يجينا ان شاء الله بعدين التامين على الحياه شويه في كلام التامين على الممتلكات يمشوا بعض الفقهاء على أساس أنه نوع من الهبة المشروطة الهبة المعوضة إحنا عندنا هبة مجانية واحد يعطي الشخص هدية هبة وممكن واحد يعطي الشخص شيئا كهبة لكن مقابل شيء آخر كثيرا ما بين الناس هالقضية ماشية يقول تتبادل يشوف ساعته خوش ساعة جميلة يقول له رأيك أعطيك قلمي هذا القلم أعطيك إياه وتعطيني ساعتك إذا كم يرضى مثلا هذه شيء يسموها هبة هبة معوضة هبة مشروطة وهي من أنواع الهبة التي لا يجوز الرجوع فيها الهبة اللي ما فيها مقابل يجوز الرجوع فيها أنت أعطيت الواحد شيئا هدية هبة بعد يومين غيرت رأيك قلت له بطلت جيبة جيبة يصير إيه يصير. يصير لطيفة لا مو لطيفة لا ينبغي أن تفعلها لكن مو كل شيء مو لطيف ما يصير ولا كل شيء يصير معناه لطيف لا جائز لكن عيب فشلة أنه واحد يعطي الشخص شيء وبعدين يقول له غيرت رأيي جيبه ويسووها بالمناسبة كثير من الناس يسووها لما يختلفون مع الطرف الآخر الآن اللي هو ويا زوجته الأمور كلش زينة ينسى ينسى روحه بيته يقوم يسجلها باسمها وسيارته يسجلها وما أدري شنو أصلا ينسى نفسه ومن يخرب وياها هم ينسى نفسه، يريد هذه الاشياء كلها يطلعها، يطلع الاول والتالي، حتى الخاتم المعطيه إياها هم يريد ياخذه، لا بهال شده بهالصوب ولا بهالصوب، الانسان ينبغي ان يكون معتدل، متعقل، انت تحبها زوجتك تحبها ما يخالف، هسه الداعي تروح تسجل البيت باسمها والسيارة كيفك تحب تسجل سجل، من تخرب وياها لا تستعمل هذا العنف الشديد اللي التليفون جي بي والقلم جي بي وما ادري شنو هي متسوي احيانا هي مشكل تسوي وياه يعني هذا كله خطا بالمناسبه عندنا حديث جدا جميل يمكن مروي عن امير المؤمنين صلوات الله عليه احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما يعني شنو مفهوم الحديث أنه من تحب لك واحد حب بتعقل لا تتجاوز الحدود لا تصعد للسماوات العلا يمكن يوم من الأيام تخرب تتندم تقول له ادري شان ما سويت هالشيء، انت ليش سويته حتى تقول له ادري شان ما سويت؟ شان مشيت معتدل ومن تخرب وياهم باصول هم لا تتجاوز الحدود، تمسح به القاع تحطه بالحضيض الاسفل، لان يمكن بعد شم يوم راح تتعدل الاوضاع. تقول والله فشله، انا لو ادري شان ما سويت هالشكل. صير معتدل، صير متوسط. ما علينا، نرجع لمسالتنا. ف... هذه هبة على رأي السيد الخوي عليه الرحمة معتبر التأمين نوعا من الهبة المشروطة أو الهبة المعوضة هذا الشخص كل شهر يدفع للشركة شركة التأمين مبلغ على سيارته يأمن سيارات تقريبا كلها يأمنوها شكل ظاهرهم إلزامي أكو تأمين إلزامي فيدفع بالشهر بالسنة أو حسب نوعية التأمين مرة يقولون ضد الغير ومرة ما أدري الكذا إلها تسميات والأسعار تختلف كل شيء بسعره أحيانا تأمين رخيص لأن المقابل شيء بسيط أحيانا لا تأمين غالي لأن المؤمن عليه شيء كبير هذه شنو هبة قاعد يهبهم كل شهر كل سنة مبلغا ما مقابل مقابل انه اذا صار شيء في امواله هم يعوضوه زين، بالله ما صار شيء وهي هاي مشكله احيانا يظل يدفع سنه سنتين خمسه يشوفها ما جاي يصير شيء سيارته ما يصير فيها حادث يقوم ينقهر يقول شنو القضيه؟ هاي ياخذون مني فلوس التامين مقهور ليش ما يصير له حادث مثلا؟ وبعضهم يقوم يلعب يودي السيارة يما أدري مرتفع ويرميها بالحفرة وكذا يحاول يتلاعب على الشركة خلص هذا هو أنت متفق وياهم إذا صار عيب صار حادث يدفعوا لك خش الحمد لله اللي ما صار عندك حادث عشرين سنة يأخذون منك فلوس وماكو حوادث أحيانا تنعكس القضية هم يقومون يخسرون كل يوم مسوي حادث هم يكون يعوضون فهم يلاحظون هالامور، السيارة شقد عمرها؟ هذا اللي يسوقها شنو وضعها هاي الامور كلها يلاحظوها ويحسبوها يدخلوها في الحسبان. كذلك التأمين على الحياة اللي عمره 80 سنة ويروح يأمن عندهم غير اللي عمره ثلاثين سنة، كل واحد يحسبوا له حساب معين وش كثر ياخذون منه. عموما التم التأمين على الممتلكات جائز. بقى التامين على الحياه فيه كلام ياتينا ان شاء الله أه أه أه